السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في قناتكم، قناة شفاف شكو إبراهيم، التي هي منكم وإليكم إن شاء الله، والتي هي قناتكم والتي ترجو دائما ونرجو دائما باش تشجعوها بالتشجيعات ديالكم، وبال يعني باش تندمجوا معاها مزيان، والأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم ومعارفكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش تكون قناة ممتازة إن شاء الله ومميزة عن جميع القنوات. نتمنى ذلك إن شاء الله، لأن الحمد لله ما عندنا معرفة جيدة بهذا الميدان في الطبخ وفي لاباتيسري، يعني ماشي خصنا التشجيعات ديالكم، وإن شاء الله غادي نعطيكم جهدنا وأكثر من جهدنا إن شاء الله. اليوم غادي نصوب لكم بسكوي ألا كويير، يعني هذا البسكوي اللي يمكن نخدموه في بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الحاجات بحال لي بروناز، بحال بزاف ديال الحويجات، يعني بحال لي طارت، بحال لي ليموس، بحال يعني مهم. غادي نشوفوا غادي نشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم المقادير ديال الوصفه ديالنا، اللي هما بساط ماشي كتار، يعني غادي يكون عندنا 5 صفار ديال البيض، 125 غرام ديال سكوار كلاص، عندنا 125 غرام ديال الفورس، هذا هو الخليط الاول. وعندنا خليط ثاني اللي هو عبارة عن ميرانغ، كيتكون 125 غرام ديال السكر كلاص و 8 البيضات، بياض البيض اللي عنده بياض البيض، اللي بحال البارح صوبنا ديك المكرون، ديك اسميتو الطاليان، ديك المكرون ديال الطاليان اللي صوبنا البارح، اللي خدينا منها صفار البيض وخلينا البلون دوف كنخبيهم، هنا اليوم غنخدمهم في هذه الوصفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بحال هكا ديما صف البياض البيض ديالكم غديروه في الثلاجه في شي بواطه ميرميتيك مسدوده، وسدوها وديروه في الثلاجه ديالكم حتى تكون عندكم شي حاجه اللي غتخدموا فيها بياض البيض، وخرجوه قبل الوقت، خرجوه قبل الوقت باش يتحيد منه ديك البروديه بزاف، باش يجي طالع، باش يطلع لكم، وان شاء الله غادي ينفعكم باذن الله. هذا هو المهم، حتى حاجه ما كتضيع في لاباتيسري ولا في لاكوزين، كل حاجه يمكن لينا نديروا لها حلول ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي خصنا دروكا هنا غادي ندير البلون دوف ديالي، ها هو في الماكينه البلون دوف ديالي، غادي نطلعو ان شاء الله على البلون دوف ديالنا، كنشعلوه عليه وكنخليوه حتى يطلع نص طلعه، عاد غادي نضيف ليه السكر كلاص. ناخذ صفار البيض، ناخذ صفار البيض ديالنا كنضيفوا ليه السكر كلاص على هكا، كنخدموه هنا، كنخدموه مزيان، كنحاولوا نخدموه دائما محد البالون دوف ديالنا كيطلع، غادي نبقاو نخدمو صفار البيض ديالنا، البالون دوف ديالنا يعني بياض البيض ديالنا كيطلع، غادي نخدمو معنا هذا سميتو حتى يطلع لينا البياض، غادي نزيدو حنا خدامين كنطلعو فرد البيض ديالنا خصو يطلع مزيان، السكر ديالنا كنضيفو السكر كلاصي ديالنا، وكنزيدو الماكينه ديالنا، نخليو البلوندوف ديالنا يطلع مزيان باذن الله، وحنا كنطلعو فيه غادي نبقاو نقربو في صفار البيض. شوف صفار البيض ديالنا كيرجع، ها هو جا شد راسو مزيان، كيجي خصو يشد راسو الا بغينا بسكوي ديالنا ينجح معنا مزيان، خصو يجي هكا. الصفار ديال البيض ديالنا هو موجود، كنضيفو عليه شويه ديال لافارين، كنكملو لافارين ديالنا،
طالع باش نعرفوه. طالع كيجي شاد هانتوما، كيجي كتلة واحدة ها هي، يعني هذا كيتسمى طالع مزيان. بياض البيض ديالنا هكا خصو يجي كتلة شادة راسها. هنا كناخدو منه من هاد بياض البيض ديالنا كناخدو واحد كمية معتبرة، كنخلطوها مع هاد العجين ديالنا. كيفوالو هاد الخليطة الأولى خلطو مزيان، ما تحملوش الهم أنه يطيح ولا شي حاجة. الهم ديالكم ما تحملوش هنا، ماشي في هاد المرحلة. أنا غادي نوريكم المرحلة اللي ما خصكمش تخلطوه بديك القوة. حنا هكا في هاد المرحلة بالضبط كنخلطوه باش يرطب لينا داك الصفر ديال البيض ديالنا اللي قصاح بالطحين. خلطوه مزيان حتى يرجع لكم بحال هكا. ها هو جيد جدا ان شاء الله. وهنا هذه هي المرحله الاهم عندنا اللي خصنا ما نطربوش فيها البيض ديالنا بزاف. غادي نوريكم الطريقه باش تخلطوه باش تنجح معكم العمليه ان شاء الله مزيانه. كنديروا كاع كامل بياض البيض ديالنا هكا. هانتوما تبعوا معايا الطريقه. غادي تبداو تقلبوا الباسينه ديالكم بواحد اليد بحال هكا، والفويل ديالكم هانتوما قلبوا الباسينه بيديكم بحال هكا وخلطوا باش يتخلطوا لنا هاد المقادير مزيانين. ديما قلبوا الباسينه ديالكم وكرطوا مزيان الجناب ديالها، وجيو من الوسط ديما هانتوما شتو باش نحصلوا على واحد العجين جيد، ما نحصلوش على حاجه ما نضربوهاش باش ترجع ليكيد وباش ترجع ماء. خص البسكوي ديالنا يجي واقف واقف مع راسو بحال هكا هانتوما شتوه. يعني البلون دوف ديالنا خصو ما بقاش يبان لينا في البسكوي ديالنا هكا. ديما قلبوا الباسينه ديالكم بيديكم الاخرى هكا. ها هو العجين ديالنا موجود ورائع باذن الله. انا كندورو بحال هكا كنخشيو هكا باش ما يتخواش لينا. كنخشيو بحال هكا، كناخذو البوش ديما البوش ديالكم ديروا ليه بحال هكا باش ما يتخواش لكم العجين ديالكم من التحت باش يجيكم شاد مزيان وما يتخواش لكم. عطيني واحد الكورنا البوش ديالنا. كناخذو البسكوي ديالنا ها هو هانتوما شفتوه كي جانا كيجي واقف مع راسو شاد راسو مزيان. كنديرو البوش ديالنا كنعمرو البوش ديالنا بواحد المقدار جيد هانتوما ما يخطخوش لينا. دروك تنسرحو البوش ديالنا كندير واحد الدويه متوسطه الحجم وكنديرو شرائط بحال هكا باش نصوبو لي بسكوي ديالنا. هانتوما كتشوفو فيهم شرائط مقادين. ملي كنجيو للافان كنجرو كنرجعو الدويه ديالنا لداخل بحال هكا باش الشرائط ديالنا يجيونا الصبيعه ديالنا يجيونا مقادين بحال هكا. هانتوما نتمنى انكم تعرفوا اش كان عمليه كيفاش كدوز هكا هكا هكا. ها هي البلاطو ديالنا الاول اللي صوبنا. كنجيبو شويه السكر كلاص هانتوما كنرشو المره الاولى بحال هكا. نديرو السكر الكلاصي ديالنا باش يجينا فوق البسكوي ديالنا فيه مزيان السكر كلاص، وكنحطو الطوا ديالنا شويه باش يشرب هاد البسكوي هاد السكر، وغادي نعاودو ليه واحد الطبقه ديال السكر كلاصي ديالنا ان شاء الله باش نعطيو تندوزو كاع العجين ديالنا ان شاء الله بهاد الطريقه. حاولوا تجيبوه مقاد وتجيبوه فورمه وحده، لان هاد البسكوي راه كيصلح للدراري مزيان وكيصلح بزاف ديال سميتو ان شاء الله. راه غادي نصوب لكم
حويجات اللي كنصوبوا من هذا البسكوي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو البسكوي ديالنا خصو يجي واقف، الفورمه ديالو تجي مقاده ويجي واقف بحال هكا. واحد شويه ان شاء الله غادي نعاودوا ليه دوزيام كوش، كنديرو شكل اخر، كنديروه بالسنيده مباشره، كنرشوه بالسنيده ماشي بالسكر كلاص اللي صوبنا بالسكر كلاص بوحدو، هذا كنصوبوه بالسنيده بحال هكا، كنديرو فوق منو السنيده، وفي نفس الوقت كنخو داك الاضافه ديال السنيده اللي فوق منو كنحيدوهم. مرحبا، غادي نطيبوا البسكوي على كوير ديالنا، غادي نلوحوه في الفران بحال هكا ان شاء الله، وغادي نخليوه لمده 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، ويمكن لكم طيبوا في الفران كل واحد والفران ديالو، لان بسكوي خفيف دغيا يمكن ليه يطيب، ما يمكنش ليه يتعطل بزاف. غادي نديرو في 170 درجه ان شاء الله. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الضو يمكن ليه يصوبو حتى هو في الفران ديال الضو، يشعل الفران من تحت بشويه ومن الفوق بالمهل. بعد ما تقريبا واحد 20 دقيقه ها هو بسكوي على كوير ديالنا موجود، غادي نخرجوه ونخليوه يرتاح قبل ما نقلعو في الطاوة ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نطلعو انتهى الدقة، وعاود غادي نديرو الطاوة اخرى ان شاء الله. اهلا بكم، هذا هو بسكوي على كوير ديالنا، ها انتم كتشوفوا الروعة ديال هذا البسكوي في المنظر ديالو. هذا صوبناه بالسنيدة، درنا ليه السنيدة من الفوق، هذا درنا ليه السكر كلاصي من الفوق. ها انتم كتشوفوا البسكوي ديالنا كيجينا رائع، كي شفتوا كي كيجي من تحت مذهب وكيجي من الفوق، كيجي واحد البسكوي هشيش وممتاز جيد جدا. نتمنى منكم ها البسكوي ما تشريوش ديال الزنقه، ما تشريوش ديال سميتو، صوبوا لي بسكوي ديالكم في الديور ديالكم بحال هكا، صوبوا لولادكم بسكوي اللي كتعرفوا اشنو فيه، ما فيهش لا ما كنديروش فيه المواد الحافظه، ما كنديروش فيه، يعني بسكوي ممتاز وكيجي رائع في الماكله ديالو. نتمنى منكم اخواتي اخواني المشاهدين تبعوا دائما الطريقه ديال الوصفه ديالنا، طريقه المقادير مضبوطين والطريقه مضبوطه، والله العظيم انا كنحلف لكم بالله اللي دار طريقه مضبوطه وتبع المقادير مضبوطين انه غادي يلقى النجاح اللي كيتمنى، غير ذلك ما نضمن لكم حتى حاجه، لان اغلب الناس كنشوفهم كيتفرجوا في الفيديو ما كيهتموش بالتفاصيل ديال الفيديو، اللي بغى النجاح يهتم بالتفاصيل ديال الفيديو ان شاء الله وغادي تنجح معاه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.